بداية خلونا مشاهدينا الكرام نروح لأول أخبارنا. النهاردة اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حيث صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نتائج قمة المناخ COP27 في حشد التمويلات الإنمائية للمشروعات الوطنية للتحول الأخضر في إطار منصة نوفي الوطنية. وجه أيضا الرئيس بالاستغلال الأمثل لتلك التمويلات الإنمائية التي تم حشدها في كافة المحاور، وذلك لصالح التنمية والارتقاء بأحوال المواطنين. خلونا مشاهدينا الكرام نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نتائج قمة المناخ العالمية COP27 في حشد التمويلات الإنمائية للمشروعات الوطنية للتحول الأخضر في إطار منصة نوفي الوطنية. وقد أكدت السيدة وزيرة التعاون الدولي أن منصة نوفي قد لاقت دعماً وإشادة كبيرة من الشركاء الدوليين خلال قمة المناخ باعتبارها نموذجاً رائداً مصرياً يدمج جهود التنمية وأجندة العمل المناخي من خلال حشد التمويل المتنوع للمشروعات التنموية الخضراء في إطار برنامج وطني واحد. وقد وجه السيد الرئيس بالاستغلال الأمثل لتلك التمويلات الإنمائية التي تم حشدها في كافة المحاور لصالح التنمية والارتقاء بأحوال المواطنين، لا سيما في القرى بالتكامل مع المبادرات الرئاسية ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بقطاعي الري والزراعة، وذلك من أجل دعم المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل وتنويع المحاصيل الزراعية، ومن ثم زيادة العائد الاقتصادي والدخل، إلى جانب نشر الأساليب والتكنولوجيا المتقدمة للتكيف مع التغيرات المناخية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة. وقد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط نتائج القمة العالمية للمناخ COP27 التي انعقدت في شرم الشيخ فيما يتعلق بحشد التمويلات الإنمائية الميسرة لصالح المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء نوفي، حيث بلغت التمويلات قيمة 10.3 مليار دولار من خلال الاتفاقيات وحزم التمويل لقطاعات الحكومة من شركاء التنمية متعددي الأطراف وكذلك في الإطار الثنائي، والتي تهدف إلى تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية المتنوعة في إطار المحاور الرئيسية لبرنامج نوفي، وهي المياه والغذاء والطاقة إلى جانب قطاع النقل. وفيما يتعلق بمحوري المياه والغذاء، أوضحت السيدة وزيرة التعاون الدولي أن التمويلات الجديدة ستؤدي إلى التوسع في مشروعات الري باستخدام الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز الأنشطة الزراعية المستدامة وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النظيفة وتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية، مما سيقلل من الهدر في المياه ويساعد على زيادة إنتاجية المحاصيل وتوفير المياه لاستصلاح المزيد من الأراضي، بما يخدم أكثر من 50 مليون مواطن في منطقة وادي النيل والدلتا الذين سيستفيدون من مشروعات الأمن الغذائي والمائي لدعمهم في مواجهة تداعيات التيارات المناخية. أما عن محور الطاقة فإن التمويلات تستهدف تنفيذ محطات لطاقة الرياح والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى توفير الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي من المحطات. كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط كذلك نتائج المؤتمر الاقتصادي فيما يخص دور التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في تحفيز مشاركة القطاع الخاص، كما وجه السيد الرئيس بالإسراع قدماً في تنفيذ المشروعات قيد التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص التي تم التعاقد عليها خلال قمة شرم الشيخ، وتشكيل فرق عمل فنية متخصصة بكل وزارة معنية لتوفير مسار سريع للانتهاء من كافة الإجراءات والموافقات المرتبطة بتلك المشروعات.
للتعليق على هذا الخبر مشاهدينا الكرام ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. الحقيقة هذا الاجتماع ربما ناقش العديد من المحاور، من أهم هذه المحاور هو التعاون مع شركاء التنمية ومع القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بمخرجات COP27، تلك المشروعات التي تم الاتفاق عليها. وأيضا كان هناك محاور أخرى خاصة بالطاقة والهيدروجين الأخضر ومحطات الرياح والشمس وما إلى ذلك. كيف رصدت يا فندم بشكل عام هذه النقاط ومحاولة ملامسة هذه النقاط تحديدا وفي هذا التوقيت؟ حضرتك، طبعا مؤتمر شرم الشيخ الحقيقة نجاح كبير، وطبعا هو القرار العالمي في إنشاء صندوق التعويضات، ووضع آلية. نعم. لأول مرة هتبقى في آلية موجودة عشان تحدد مين اللي ياخد ومين اللي يمنح ومين اللي يعمل، فدي حاجة خطوة كبيرة جدا. الحاجة الثانية بقى طبعا المناخ، مؤتمر المناخ، يعني أنا حضرته. شرم الشيخ كانت لؤلؤة يعني. طيب يا فندم، كان هناك العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التفاهم ومذكرات التفاهم أيضا، وأيضا منصة نوفي والتي تهتم بالغذاء والمياه والطاقة، وتعتبر من المنصات المهمة التي أولها الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية خاصة. كيف رصدت هذه أو أهمية هذه المنصة كجزء من مخرجات مؤتمر المناخ COP27؟ صحيح. شوف، عايز اقول لحضرتك، انا مش عايز اتكلم على الحته بتاعه المذكرات التفاهم والتعاقدات والكلام ده، لانه ده طبعا يعني حاجه بتحصل، مش لازم يبقى في مؤتمر عشان نعمل كده يعني. نعم. ممكن احنا نوقع كل يوم من هنا، مش عايزه مناسبه عشان نوقع مشاريع واتفاقيات على مشاريع وكده، ده عمل يوم. انما اللي انا لاحظته في مؤتمر المناخ واسعدني جدا هو هذا الكم الكبير من شباب مصر، يعني شفت شباب كبير جدا مصري وفرحت بيه، لانه هو اناث وذكور في سن اللي هي السن المناسبه للفهم والعمل والنشاط والمشاركه الجديه. وهو لما نتكلم عن المناخ حضرتك، هو المناخ مش حاجه هنعملها النهارده، يعني ما هوش مشروع هنعمله النهارده او بكره او بعده. نعم. ده المناخ هو فكر جديد هيستمر مستدام وهيستمر سنوات طويله وقرون، ده تغيير جذري في فكر الانسان على طبيعه الحياه اللي هو عايش فيها، طبيعه الجو وطبيعه الميه وطبيعه. فأنا اللي ظهرني فعلا أو أسعدني مشاركة كبيرة جدا من شباب مصر، وتكلمت معهم وساعدت بأن هم نشاط وحيوية وفهم، وقابلت شباب في سن العشرينات بيدرس ماجستير على المناخ وعلى الهيدروجين الأخضر وعلى كده. ده الذخيرة بتاعة مصر، ده الفايدة الكبيرة اللي احنا كده، ان هم دول بقى الشباب ده هو اللي هيعمل المناخ. لأن طبعا بالتأكيد يوم ولا في اثنين ولا ثلاثة. طيب حضرتك يا فندم، معلش عفوا للمقاطعة، المهندس عبد الخالق عياد، حضرتك كنت مشارك أو موجود على رأس وفد من مجلس الشيوخ مكون تقريبا من 30 عضو في مجلس الشيوخ. إذا أردنا أن نتحدث تحديدا عن النظرة الاستباقية للحكومة المصرية والقيادة المصرية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق ب التخطيط منذ عام 2016 تحديدا لما يقام الآن، بالرغم من أنه تم للأسف عرقلة بعض الأمور خاصة فيما يتعلق بفيروس كورونا، ولكن الحمد لله استطعنا أن نتجاوز هذه المرحلة.
هذه النظرة الاستباقية التي تم وضعها تحديدا في نوفمبر 2016، كيف ترى مردودها الآن على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بالتمويلات الإنمائية التي تم حشدها لصالح التنمية ولصالح المواطن المصري؟ أنا بشكرك على السؤال ده، أما سؤال جميل بشكل. أنا حضرت كتير قوي في يعني دراسات و تقريبا في كل دولة، حاولت أحضر في كل دولة وأتفاعل مع الناس وأتكلم معهم طبعا بأسلوب علمي، لأن أنا راجل دارس الحاجات دي. صحيح. عايز أقول لحضرتك حاجة، إحنا سيادة الرئيس واللي اتعمل في خلال الخمس سنين اللي فاتوا دول هو البصمة اللي إحنا سبناها وأقنعنا بيها الناس اللي جايين إن إحنا فعلا يا جماعة إحنا فعلا عملنا، مش لسه هنعمل. نعم. هقول لحضرتك يعني الناس مش مصدقه والله، في ناس بيسالوني كانوا اجانب كلهم بيسالوني يعني احنا جينا مصر قبل كده وبيجي مصر يعني اللي احنا شايفينه ده يعني ايه اللي حصل في هذا التطور الكبير في النقله النوعيه بالنسبه للطرق والانتقالات. صحيح. يعني احنا عملنا نقله نوعيه بالنسبه للطرق والانتقالات، القطار الكهربائي والمونوريل والأندر جراوند. نعم. والطرق الحرة الحديثة. الحقيقة أنا يعني اللي زعلني والله إن الناس اللي مش شايفاها، يعني أغلب الناس في مصر شايفينها لكن في ناس مش شايفاها والعالم شايفها، يعني كلهم بيسألوني يعني إزاي ده حصل في خلال الفترة القصيرة دي. نعم. لان هو ده اللي احنا بنقوله لهم، ان احنا واخدين بالنا من المناخ، واحنا لما نعمل انتقال بقطارات كهرباء ما هو ده اللي احنا بنقول ان احنا مش هنتحرك بالسولار والمازوت والحاجات اللي بالوسائل التقليديه المعروفه. نعم. طب احنا لما نعمل طرق حره، هذا الكم من الطرق الحره والمدن الجديده وكده، طب ما احنا بنعمل، ما احنا بنحارب ظاهرة التلوث المناخي. نعم. هم بقى الأجانب فاهمين يعني بيقولوا ده اللي حصل، ده فعلا بصمة كبيرة جدا وظاهرة يعني كده. ده أنا بعتقد بلغة كده فخامة الرئيس مرة قال احنا جبنا جون كتير قوي في المناخ. صحيح. طيب من المتعارف عليه يا فندم أن التنمية في أي مجال وفي أي قطاع دائما يكون هناك تدرج، ويعني التنمية لا تحدث مرة واحدة، ودي نقطة مهمة لازم طبعا يفهمها كل مواطن مصري على أرض مصر. فيما يتعلق بما يسمى الطاقة الجديدة والمتجددة أو بين قوسين يا فندم التحول الأخضر، كيف ترى المستقبل في إطار الخطة التدريجية التي وضعتها الدولة المصرية؟ يعني أنا عايز أقول لحضرتك حاجة برضه، مش عايز اتكلم على الهيدروجين لان الهيدروجين برضه مش عايز اعلي الاكسبكتيشن بتاع الناس يعني. نعم. انما انا عايز اقول لحضرتك النهارده احنا رجعنا في مجلس الشيوخ طلبات الاعاطه، طلبات الدراسه او اللي بتجيلي من النواب للجنه الطاقه، احنا بقينا مسحومين في لجنه الطاقه كلها بتتحدث عن الطاقه الشمسيه. بقى كل نائب دلوقتي عايز يعني يعمل طاقه شمسيه في المحافظه اللي هو فيها او في المكان اللي هو فيه. فأصبحت الطاقة الشمسية سلعة أو حديث خد وضعه وخد مكانه وخد فهمه، وهو ده بداية التحول. نعم. حتى الهيدروجين الأخضر، ما هو الهيدروجين الأخضر بينتج من طاقة شمسية. فاللي أنا شايفه إن إحنا بدأنا بإن إحنا نقول الطاقة الشمسية، نردد الطاقة الشمسية. كل يوم بنتكلم على الطاقة الشمسية، وانا نفسي نتكلم على الطاقه الشمسيه اكثر ما نتكلم على الهيدروجين الاخضر. صحيح. وخاصه ان الهيدروجين الاخضر يعني اعتقد انه ربما سيكلف الدوله كثيرا، ان الموضوع ليس بالشيء الهين، يعني هو بيحتاج الى امكانيات على اعلى مستوى الحقيقه، لانه هو طبعا لسه في العالم كله لسه بيحسس. نعم. انما هو الهيدروجين الاخضر هو الطاقه الشمسيه، الحاجه اللي احنا نقدر نعملها. فانا هقول لحضرتك حاجه، يعني بالنسبه حاجه يعني انا رجعت مليء بالافكار لدرجة إن إحنا إن شاء الله الأسبوع اللي جاي هنبتدي في عزبة طيارة كده في جنب البلد، هنحول الطاقة فيها لطاقة شمسية. ولا تتخيلي حماس الشباب هناك وأهل البلد. صحيح. إن هنركب طاقة شمسية نشغل بيها المضخات بتاعة المية اللي بتروي، وهنركب طاقة شمسية عشان
الأهالي يعني يعيشوا بالطاقة الشمسية. رائع. يعني الناس ابتدت تفكر في أن الطاقة الشمسية ليست بعيدة وليست رفاهية كما يعتقد البعض، ولكنها أصبحت ضرورة ملحة خلال هذه الفترة. وبعدين النهاردة أنا الحقيقة كان لي لقاء مع المهندس محمد طحان، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. نعم. وسعدت جدا باللقاء معاه في مجلس الشيوخ، والراجل قال لي على أفكار كويسة وابتدى نعملها، بأن احنا هندرب أولا هندخل مادة الطاقة الشمسية والتعامل معها، وإزاي نعمل إزاي المواطن المصري الشاب يعمل طاقة شمسية ويصون الطاقة الشمسية، هندخلها في المدارس الصناعية. نعم. وهو الحقيقة تطوع الراجل بأنه هيدينا المدربين اللي هيدربوا وده اللي احنا عايزين نخلقه، نخلق كلام اسمه الطاقة الشمسية. وعلى فكرة بقى عملية سهلة جدا. صحيح. ويستطيع أن يفعلها أي مواطن في حدود 100 كيلو واط والخمسين كيلو واط وما إلى ذلك. يعني بالتأكيد عظيم جدا، وطبعا نتمنى أن يكون هناك متابعة من قبل حضرتك، وإحنا هنتابع حضرتك خلال الفترة القادمة فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول إلى كل ما هو أخضر أو التحول إلى الطاقة الشمسية زي ما حضرتك تفضلت وأشرت. شكرا جزيلا المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أشكرك يا فندم جزيل الشكر.